ده الصعوبات مهم اللي طبعا. واجهتوها قدرت كمان تتغلب عليها ازاي وتقود المحلة في النهاية انه يرجع مرة اخرى للدوري الممتاز؟ الصعوبات الدرجة التانية صعبة جدا. ممكن اللعب في الدوري الممتاز اسهل كتير، اسهل من حاجات كتير، ملاعب وبتلعب في ملاعب، امكانيات ملاعب ممكن تكون صفر يعني، من منشآت، الحاجات دي كلها ما تساعدش على النجاح. لكن كان بقى بس كان في اصرار السنه دي، اللي احنا لازم، ما فيش فرصه، لو ما صعدناش السنه دي ممكن ما تتكررش تاني. احنا الفتره اللي فاتت المحله كانت بتبقى ثامن وسابع السنين اللي فاتت دي كلها، فالسنه دي احنا كنا واخدين عهد ان احنا هدف واحد بس اللي لازم نصعد، والحمد لله اتحقق يعني. فالصعوبات اللي كانت بتقابلنا كنا بنحاول نتخطاها عشان ايه؟ عشان الهدف اللي احنا عايزين نوصله. الحمد لله كانت يعني ممكن الامور كمجلس اداره وكمان كان موفر لنا يعني كل الدعم اللي احنا لازم نصعد، مع مسانده جماهيريه ما حصلتش السنه دي. يعني انا اول مره اشوف جمهور المحله الفتره دي، كان قلبهم على قلب بعض، عايزين. انت كنت بتحس ده خالد لان ما كانش فيه تواجد جماهيري بسبب كورونا، لكن كنت بتحسه من خلال حتى انتقالاتك مع فوست في حوالين الناس، الدعم اللي كان الناس مستنيه ان غاز المحله يرجع. الماتشات اللي احنا كنا بنلعبها بره كانت الناس بتيجي ورانا يعني، ممكن ما يخشوش الاستاد، بس ممكن تلاقيهم واقفين على البيوت اللي بره. أيوة طبعا، بيتفرجوا من بعيد. يعني هو فريق صاحب تاريخ بالظبط وشعبيه. أيوة جارف. طبعا انت ما كنتش تشوف الحاجات ديت، واللعيبه كانت بتشوف النازل كان اللعيب بيبقى عايز يموت نفسه في الملعب عشان يرجع النازل فرحانه وكده. انت لو شفت الفرحه اللي عاشتها المحله يوم الصعود دوت، انا في حياتي انا مسافه بين المحله وطنطا قول 20 دقيقه بالظبط يعني. احنا مش واصلين المحله من حوالي مثلا اما دخلنا طنطا اكتر من 6 ساعات. ياه والله العظيم، لغايه ما رحنا الاستاد حاجه الجمهور مش راضي يمشي، الامن عمل كل حاجه عشان يمشي الناس والكلام ده ما رضوش. ماشيين من على رجليهم مثلا 12 15 كيلو على رجليهم لغايه الاستاد.